أهلا بكم. تمر اليوم الذكرى 20 لبدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق وأدت للإطاحة بنظام صدام حسين. هناك برنامجا بدأ فيه الحاكم المدني للعراق بول بريمر عمل على إلغاء كل قيود الاستيراد، وتحول العراق إلى مستورد وبشكل كلي دون إنتاج محلي، والمشكلة أصبح مستورداً لأردأ البضائع في العالم. إلغاء التعرفة الجمركية قتل بشكل نهائي الصناعة المحلية بمختلف المجالات، كل هذا مع عدم وضوح نوع النظام الاقتصادي في العراق. القطاع الخاص محارب بشكل كبير، مع وجود قطاع خاص طفيلي تجاري وصناعي يستثمر الأموال الموجودة لغرض تهريبها. هنالك تراجعا في قطاع الزراعة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 2%، أما قطاع الصناعة من 20% إلى 1%، وهذا يعني أن العراق خسر الصناعة والزراعة بشكل كامل. العراق خلال 20 سنة الماضية لم يشهد أي تطور بالاقتصاد، بل شهد تراجعاً كبيراً في هذا القطاع. العراق خلال 20 سنة الماضية تطور في مجال استخراج النفط، خصوصاً أن معظم وارداته الحالية من الخام.